توماس أديسون حين كان صبياً قال أساتذته إنه كان غبياً. أينشتاين لم يتمكن من الكلام سوى في عمر الرابعة. لاحقاً وضع أينشتاين النظرية النسبية، وأديسون اخترع المصباح. الجميع موهوب، لكن في انتظار من ينقب عن موهبته ويكتشفها. لا شيء يشغل الأبوين بالنسبة لأبنائهم سوى المستقبل. كيف سيكبر ابنهم وماذا سيصبح؟ كيف يتم اكتشاف الموهبة ليكون ناجحاً؟ وعن ما إن كانت هناك مهارات للطفل في صغره على ما هي عليه حين يكبر؟ دراسة بريطانية توصلت إلى أن الأطفال الأذكياء يتمتعون بصحة جسدية وعقلية أفضل من غيرهم، وهو ما تتفق حياله مجلة الإيكونوميست. باحثون بجامعة أكسفورد البريطانية اكتشفوا أن أقل من 5% متميزون في الدراسة، وذلك عن طريق الإفراط من قبل الأبوين مع طموحاتهم. لو أردت اكتشاف الطاقات الإبداعية لطفلك، هناك مؤشرات ستظهر في رياض الأطفال والمدارس. إجابة الطفل على كل شيء: يبحث في البيت عن مصادر أخرى خارج الإطار المدرسي، أو التسلية بأشياء تفوق مرحلته العمرية. سرعة البديهة والمنطق. هناك باحثون يرون أن درجات الذكاء المبكرة لا تحدد بدقة النجاح في وقت لاحق، لأنه يعززها للأطفال بأنها ستبقى ثابتة. ولإرشادات الأبوين دورها، فالتركيز في الوقت كفيل بحل أي مشكلة وتهيئة أفضل العقول. فالعباقرة يولدون صغاراً، البحث عنهم يكون في سن مبكرة. فلتكتشف موهبة ابنك، فهو لا يختار شغفه، بل شغفه وموهبته هي التي تختاره. يقول باحثون أمريكيون: معدل الذكاء ليس المقياس الوحيد للنجاح، فالمثابرة والعزم تحتسبان ذكاء أيضا. من مصر، محمد عبد العال.